مباراة من العيار التقيل يترقب عشاق كرة القدم انطلاق مباراة الأرجنتين وبولندا في جولة الحسم بدور المجموعات في كأس العالم قطر 22، وطبعا بيتمنى منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي في تحقيق الفوز النهاردة على المنتخب البولندي، لأن الفوز بالمباراة دي هيتأهل منتخب الأرجنتين للدور ال 16، ومن هنا هيبدأ حلم التانجو للتتويج بالمونديال وحصد اللقب الثالث في التاريخ. وفي نفس الوقت بيتمنى المنتخب البولندي بقيادة ليفاندوفسكي تدمير أحلام المنتخب الأرجنتيني وتحقيق حلم الصعود ليهم، ويعتبر المواجهة بين المنتخبين في مونديال قطر هي المواجهة الثالثة واللي بيتقابل فيها المنتخبين في كأس العالم. المقابلة الأولى بينهم سنة 74 وانتهت بفوز ممثل أوروبا 3-1 للأرجنتين، وفي النسخة اللي بعدها على طول 78 وكانت على أرض التانجو نجح المنتخب التانجو في الصقر من البولنديين بنتيجة 2-0. أنتم بقى إيه توقعاتكم لنتيجة مباراة بينهم النهاردة؟ مستني توقعاتكم في التعليقات، بس الأهم من ده كله أنا محمد أشرف.